زميل ليه الموضوع انه جاب له اصابه في احنا في البيوت وهو واقف في الخدمه بتاعته. هو كان واقف في خدمه ايه؟ مديريه الامن. فجيت له الصبح انا من بني سويف. البلد اسمها دموشي. طب احكي لي انت ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ما اعرفش حاجه. ما اعرفش انا ما اعرفش حاجه. انا دي لسه هل متعور لقيته في العمليات طلع من العمليات ايه يا دكتور في هل اصبر هو اللي كسر ولا كان عنده قطع في الخصيه وضربه في نزيف داخلي في البطن؟ طب يعني باذن الله حاج ابنك يوم بالسلامه ان شاء الله. بتقول له ايه او الرساله اللي بتوجهها له ايه؟ ونزيف داخلي يا حاج؟ هيقول له ايه؟ هيقول له هقول ايه؟ هقول يا ربنا يشفيه. هقول ده بيده واللي قبل خدمته الوطنيه. انا عايز يأدي خدمته بس الباقي يعني هو كويس. هو يتجوز يا حاج؟ ها؟ يتجوز؟ لا. طيب اللي عمل كده بتوصفه بايه؟ راجل مش كويس. طب وده ذنبه ايه عشان يضربه ويقف؟ اللي عمل كده ما عندوش لازم ولا غميض. ايوه. ولا عنده انتماء حتى للوطن ولا البلد. انت ابنك اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ عبد الله محمد دندوب. كم سنه؟ 21 سنه. 20 سنه. 20 سنه.